السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة كده وهنا دايما. انا ميس عائشة انجلش تيتشر، الناس اللي أول مرة تشوفني بناخد كورسات انجلش مع بعض من الصفر للاحتراف. يا ريت أكون بوصل المعلومة بسهولة وبساطة، يا ريت تكونوا متابعين معايا علشان خاطر نوصل للاحتراف. ماشيين واحدة واحدة مع بعض، بناخد كلمات وبناخد جرامر وبناخد كونفرزيشن. النهارده جايه لكم بحصه حلوه وجميله جدا، هناخد الفور ميلز. الفور ميلز اللي هم الاربع وجبات اللي احنا بناكلهم على مدار اليوم، هم كانوا ثلاثه بس يا ميس، بريكفاست لانش دينر. زودنا لهم واحده اللي هي السناكس اللي بناكلها بين الوجبات، كلت كيكس، كلت شيبس، كلت فشار، الحاجات دي اسمها سناكس. سناكس يعني وجبه خفيفه. يبقى هناخد الفور ميلز، بريكفاست لانش دينر وسناكس. بس طبعا لقيت كلمات هتبقى كتير عليكم، لاني في كل وجبه هاديكم الاكلات المهمه فيها او الحاجات اللي احنا متعودين ناكلها في الوجبه دي. فهناخد كل وجبه في حصه، وممكن نسميها سلسله يامي لذيذه، سلسله فودز الطعام. فالنهارده حصه جميله وممتعه جدا، حصه الوجبات. تعالوا يلا نشوف هناخد ايه، ويا رب اللي يشوفني كده ويعجبه الفيديو ما ينساش اللايك، ما ينساش الشير، ما ينساش لو ما فعلش الجرس، لان في ناس بتقول لي ما بيوصلناش الفيديوهات بتاعتك. يلا بينا، يلا بينا. زي ما قلت لكم النهارده هناخد فور ميلز. الفور ميلز يعني الاربع وجبات اللي احنا بناكلهم على مدار اليوم، بريكفاست لانش دينر سناكس. Breakfast, I have breakfast in the morning. I have breakfast in the morning. I have lunch in the evening. I have lunch in the evening. Have يعني بتناول. I have dinner at night. I have dinner at night. بتناول وجبة العشاء بالليل. Have هنا يعني يتناول مش يمتلك. وبتيجي مع الوجبات. ودايما لما احب اقول انا اكلت حاجه في وجبه معينه زي في الفطار، اقول مثلا I have beans for breakfast. I have been for breakfast. For حرف الجر F O R، ده بيجي قبل الوجبات. For breakfast lunch dinner snacks. I have snacks all time day. أو I have snacks between meals، بين الوجبات. أنا جعت بين الوجبات فأخدت لي كيس شيبسي، كيكة، فاكهة، دي اسمها سناكس. أول وجبة هنبدأ بيها النهاردة، وزي ما قلت لكم مش هينفع إن أديكم الوجبات كلها علشان عايزين نتوسع شوية في كل وجبة. نعرف ايه الاساسيات اللي او الاكلات المشهوره في كل وجبه. اول وجبه عندنا البريكفاست، الفطار، ودي وجبه مهمه جدا 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 للاطفال وللكبار، ودي اللي بتخلينا طول النهار عندنا نشاط كده وحيويه. يا ريت كده الاطفال اللي بتسمعني كده تبقى مهتميه جدا بوجبه الفطار، وتبقى وجبه الفطار قبل الساعه 9 كده 10 علشان الساعه البيولوجيه اللي في جسمنا. طب ايه من اهم الاكلات في البريكفاست؟ اقدر اقول بريد، العيش العادي البلدي اللي بناكله، بريد الخبز. في نوع تاني من الخبز اسمه التوست او توست، توست توست، اللي هو اللي بيبقى مربى، التوست اللي بنفرد عليه زبده او قشطه او مربى، ده نوع من انواع العيش الناس اللي بتحب تفطر حاجه خفيفه. عندنا البان اللي هي الكايزر او القرصة اللي بنحط فيها زي البرجر وبنعملها او ممكن ناكل بيها كده، اسمها بان. بان كرواسون، كرواسون دي كلمة فرنساوي، فرنساوي اسمها كرواسون، دي فرنش، اللي هو الكرواسون اللي احنا بنجيبه من المحلات اللي هو زي المولتو كده. وفي نوع تاني اسمه بانكيك، بانكيك
بان يعني مقلاة أو قلاية، والكيك اللي هي الكيكة، بس هي ما بتبقى زي الكيكة. البان كيك ده أكيد كلكم تعرفوه، اللي هو بنعمله مدور كده وبناكله برضو بعسل أو مربى أو قشطة أو كده. يبقى عندنا 5 أنواع من الخبز أو من العيش نقدر ناخدهم الصبح في وجبة الفطار: بريد، توست، بان، كرواسون، بان كيك. طب هناكل الانواع العيش دي بايه؟ في ناس بتحب تاكل وجبات تقيله في الفطار او حاجه كده دسمه تسد معاها طول النهار زينا كده، بناكل معاها بينز يعني فول، بينز. ممكن اكل تشيز، تش 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 فويس السي اتش، تشيز. ممكن اكل اجز. والاجز هنا ليه كذا نوع، في بوليد اج، البيض المسلوق ده الخفيف، بوليد اج، بوليد اج، بوليد بولي بويل يعني يغلي، بوليد اج، فرايد اج، البيض المقلي. كلمة فراي يعني المقلي، زي ما اقول فرنش فرايز، البطاطس المحمرة. فرايد اج، البيض المقلي. أومليت اللي هو البيض العيون. يبقى عندنا 3 أنواع من الإج: بوليت إج، فرايد إج، أومليت. طب حبينا ناكل حاجة برضو تقيلة كده، بناكل فلافل اللي هي الطعمية، ويا جماعة بلاش يعني اللي هي جرين برجر، دي كلمة كده معربة أو إحنا اللي بنقولها كده. هالكلمات دايما اللي هي أساسها عربي، زي كلمة فلافل، طهينة، طهيني، الطهيني اللي هي الطحنية، هما ما عندهمش حرف الحاء فبيقولوش طحينية، لا طهيني، طهيني، طهيني اللي هي الطحنية اللي بنحطها على الفول أو العسل اسمها طهيني. فلافل. طب حبينا بقى ناكل حاجة حلوة أو مسكرة، جام. شوفوا جام، مربى، جام. طب حد مش بيحب المربى وعايز ياكل حاجة تانية، مولاس عسل اسود، مولاس. هاني عسل ابيض، هاني. ممكن اكل الهاني او المولاس او الجام المربى، في ناس بتحب تحط عليهم كريم قشطة، جاي من كلمة آيس كريم، كريم. وفي ناس بتحب تاكل برضو المربى بالباتر، الزبدة، باتر زبدة. طب عايزة اكل حاجة خفيفة، هاكل ماش دي بوتيتو او بوتيتوز، ممكن انطقها بوتيتو او بوتيتوز، بوتيتوز التي الاولانية ظهرة تي والتانية دي، او فرنش فرايز بطاطس محمرة، فرنش فرايز بطاطس محمرة. بريد خبز، توست العيش التوست، بان اللي عاملة زي القرصة او الكحكة، كرواسون، بان كيك، بينز، جام، تشيز، اجز، طهيني، فلافل، مولاس، هاني عسل ابيض، هاني وعسل اسود، مولاس. بويلد إج بيض مسلوق، فرايد إج بيض مقلي، أومليت البيض العيون، ماشد بوتيتوس البطاطس المسلوقة اللي بنهرسها دي بزبدة، فرنش فرايز صوابع البطاطس المحمرة، فرنش فرايز، كريم القشطة، بتر
نقول بتر، نقول بدر، الاثنين صح. بدر اللي هي الزبدة. دي الكلمات اللي بناكل او الاكلات اللي بناخدها في البريكفاست. عايز اقول انا باكل كذا على وجبة الفطار، اقول I have beans and bread. I have beans and bread for breakfast. نعمل جملة كده اوريكوا ازاي اقول I have، انا اتناول beans and bread، باكل عيش وفول for breakfast. حد بياكل عيش وفول الصبح. I have beans and bread for breakfast. I have، انا باكل توست. انا واحدة كده باكل حاجة خفيفة مع التوست، باخد جام، باخد and butter and butter. انا I have، انا اتناول توست and jam and butter for breakfast. ده لو حد بيقول لي انت بتاكلي ايه على وجبة الفطار، يعني what's your favorite food for breakfast، ايه الطعام المفضل ليكي على الفطار. اقول لك what are you having breakfast، هتاكلي ايه دي على وجبة الفطار، بجاوب اقول كده. واقدر اعملها على كل الاكلات. I have beans and bread for breakfast. خدوا بالكم في حرف الجر for اللي بيجي قبل الوجبات، وكلمة have بتيجي بمعنى يتناول. I have مثلا pan and falafel. في ناس بتحب تجيب الفينو كده او القرصة اللي هي اللي عاملة زي الكايزر دي وتحط فيها طعمية. I have pan and falafel for، كله بناكله امتى؟ for breakfast. I have bread and mashed potatoes for breakfast. يا ريت تكون كده الكلمات سهلة نقسمها ونحفظها. مهمة جدا نعرف الأكلات اللي بناكلها على مدار الوجبات أو على مدار اليوم في الوجبات. يا رب أكون عرفت أجمع لكم جزء من الأكلات اللي بناكلها في وجبة الفطار. استنوني في وجبة الغداء، وجبة العشاء والسناكس. يا رب تكون كده حصة خفيفة عليكم وسهلة. ما تنسوش اللي يعجبوا الفيديو لايك شير سبسكرايب. أشوفكم المرة الجاية على خير. Goodbye.